بودكاست البيان، برنامج حكاية في كورة. أسماء ونجوم كتير أبدعوا وكان عندهم الموهبة الاستثنائية في سماء الكرة الإماراتية، لكن التألق ده ما كانش كافي لتحقيق حلم الاحتراف وتمثيل دولة الإمارات في البلاد الأوروبية. الأمثلة على مواهب الكرة الإماراتية كتير، بداية من عدنان الطلياني نجم نادي الشعب السابق اللي سجل 56 هدف مع المنتخب الإماراتي، بالإضافة لتسجيله 129 هدف مع فريق الشعب. وكمان الجوهرة السمراء فهد خميس نجم نادي الوصل السابق اللي نجح في تسجيل 165 هدف في الدوري الإماراتي، وكان ضمن تشكيلة منتخب الإمارات في مونديال 90 بإيطاليا. وطبعاً ما ينفعش نتكلم عن الأساطير وما نسلطش الضوء على واحد من أهم نجوم الكرة الإماراتية، وهو النجم الكبير إسماعيل مطر، أو الفتى الذهبي زي ما بتحب الجماهير تلقبه. إسماعيل مطر لاعب نادي الوحدة الحالي اللي سجل مع منتخب الإمارات 32 هدف وشارك في أكتر من 109 مباراة دولية، وكمان قاد الأبيض للتتويج بكأس الخليج عام 2007 وكان هداف البطولة بخمس أهداف. وبتألقه الملفت ومستواه المميز كان مرشح للاحتراف في بعض الأندية الأوروبية، لكن كل مرة ما كانتش صفقة بتتم، وللأسف ما حققش حلم الاحتراف اللي كان بيراوده بعد تألق ومشوار مميز في الملاعب الإماراتية. من ضمن الموهوبين في الكرة الإماراتية اللي فرضوا نفسهم على الساحة الرياضية بتألق ملفت هو النجم عمر عبد الرحمن عموري، لاعب شباب أهلي دبي الحالي، اللي حصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2016 وقدم مستوى مبهر مع نادي العين والهلال السعودي، ولكن كان بيواجه سوء حظ بسبب الإصابات المتكررة اللي كانت بتطرده وحرمته من الظهور بشكل أفضل. وبين كل الموهوبين في الإمارات والأسماء المميزة اللي سطرت التاريخ مع الأبيض، لسه بنحلم بموهوبين تاني قادرين يحققوا حلمنا بالتواجد في أكبر أندية أوروبا، خاصة بعد ما أثبت النجم المصري محمد صلاح والنجم الجزائري رياض محرز إن العرب بيمتلكوا نجوم ومواهب قادرة إنها تفرض نفسها بتألقها في أوروبا. برنامج حكاية في كورة، إعداد وتقديم سارة عبد الباقي، هندسة صوتية حسام حوراني.